والصلاة والسلام على أشرف خلق الله من عرب وعجم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة مدير مدرسة الإمام حفص لتحفيظ القرآن الكريم، معلمين الكرام، آبائنا الأعزاء، ضيوفنا الأكارم، أيها الجمع المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي طلاب الصف السادس جيم، يسرني أن ألقي كلمة الخريجين من المرحلة الابتدائية لهذا العام الدراسي 1432. أيها الحفل الكريم، في هذا اليوم البهيج وفي هذه المناسبة المباركة وفي معلم من معالم القرآن الكريم في هذه المحافظة، نسعد بتخرجنا من مدرستنا ومن تحت أيدي أساتذتنا الفضلاء. لقد عشنا في أرمقة هذه المدرسة، نحيا بالقرآن ونتنفس بعمق آياته وسوره حتى فاضت نفوسنا محبة لله أولا، ثم لكتابه، ثم لبلادنا التي أكرمت القرآن وأهله واعتنت بطلابه. إننا اليوم نبعث برقيات الشكر والثناء والحب والوفاء وصادق الدعاء لمديرنا الفاضل ولمعلمينا الأعزاء على ما قدموه لنا من علم أصيل وتربية إسلامية فذة وتوجيه صادق كان له أبلغ الأثر في تفوقنا وتربيتنا وتخرجنا. وأقول لكم زملائي الخريجين، أقبلوا على كتاب الله حفظا وتلاوة وتدبرا وتطبيقا، واسلوا المسيرة فقد بان الطريق واتضح السبيل بفضل الله ثم بفضل أسرة هذه المدرسة المباركة. أقول لكم معلمي الأفاضل، لن أنسى أبدا هذا الحفل ولا هذا التكريم، وستبقى ذكراه علقة عطرة تتردد في قلوبنا وتنطلق من ألسنتنا لاهجة لله لكم بدوام الصحة والعافية في الدنيا والأجر والمثوبة في الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله.